كشفت مصادر أن مدير نيابة الإعلام والنشر بالكويت أصدر قرارا بحج الفاشينيستا الكويتية جمال نجادة إثر اتهامها بالإساءة للنيابة العامة في تسجيل صوتي متداول بوسائل التواصل الاجتماعي مع عرضها صباح الغد لاستكمال إجراءات التحقيق. وقال المصدر بحسب صحيفة القبس الكويتية أنه تم اقتياد النجادة برفقة رجال الأمن، حيث سيتم احتجازها في حجز المباحث على أن يتم عرضها في اليوم التالي على النيابة. وانتقدت النجادة في المقطع المتداول ملاحقة نيابة له للمشاهير الآخرين قائلة إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارق المليارات. ذمتكم هذه تهمه؟ انزين عطني مخالفه. عطني مخالفه، اقول تعالي انت مارستي تجاره، ليش مخالفه حالي لما انا اخالف المرور؟ مو ان انا ادفع مخالفه ولا يسحبون الليسن مالي؟ خالفني انا خالفت القانون، انت تعطيني مخالفه حق القانون، مو تتهمني بغسيل اموال. جعلهم يموتون وما يلقون مغيسل، ايش رايك بعد؟ والله هذه الدعوه ما راح اثنيها عليهم.